افتتح قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الأربع مركز القديسة العذراء مريم والأمبرويس لرعاية وتأهيل حالات التوحد في كنيسة القديسة العذراء مريم قصرية الريحان بمصر القديمة بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس. خلال تفقد قداسة البابا غرف المركز المختلفة كان حريص على مشاركة الأطفال بعض أنشطتهم في مشاهد بتعكس الأبوة الحقيقية. استمع قداسة البابا بعد الافتتاح لشرح عن أنشطة المركز والدور اللي بيقوم بيه لتنمية مهارات الأطفال ومساعدة أسرهم، والمركز هتكون أبوابه مفتوحة لكل المصريين. كامل يوسف، سي تي في. افتتح قداسة البابا تودروس الثاني صباح يوم السبت مدرسة سان جوزيف بحدائق الأهرام التابعة لإبراشية وسط الجيزة برعاية نيافة الحبر الجليل الأنباسي أوديسيوس أسقف الإبراشية ضمن سلسلة مدارس عيون مصر بدعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال المكتب الباباوي للمشروعات. وحضر حفل الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقيادات وزارة التربية والتعليم ونواب البرلمان والقيادات الأمنية والمحلية والتنفيذية للمحافظة وحوالي 10 من الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة. أود أن أذكر أن الكنيسة على مدار العصور لها دورين. الدور الأول هو الدور الروحي وهو خدمة الإنسان المؤمن المسيحي لكي ما يصير له نصيب في السماء، والدور الآخر هو الدور الاجتماعي أنها يجب أن تخدم المجتمع الموجود فيه. فالكنيسة ليس في مصر فقط ولكن أيضا في أي مكان توجد فيه الكنيسة يجب أن تخدم مجتمعها. احتفل اليوم بافتتاح مدرسة سان جوزيف عيون مصر لتكون إسهاما جديدا في مسيرة النهضة التعليمية والتي تقوم على تنفيذها وأهداف وتحقيق أهدافها وزارة التربية والتعليم من تطوير المناهج واعتماد مخططات استراتيجية للتعليم والتدريب والتأهيل لتوفير خريجين مؤهلين لسوق العمل ووظائف المستقبل. السيدات والسادة الحضور الكريم، أود الإشارة في هذا السياق إلى الملف التعليم في محافظة الجيزة، فقد حظي هذا الملف بجانب كبير من الدعم في إطار توجهات الدولة باعتبار جودة التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. تفقد قداسة البابا المدرسة الجديدة اللي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة، واستمع قداسته لشرح عن تجهيزات المدرسة والمستوى التعليمي اللي هيتم تقديمه للطلاب. اختتم حفل الافتتاح بتقديم الدروع التذكارية لقداسة البابا والسيد المحافظ وأسقف الإبراشية. كامل يوسف، سي تي في.